دعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غدا سيكون أفضل من اليوم. دعم غير مسبوق من قبل القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية قدمته ولا تزال تقدمه بشكل يغلب عليه صفة الاستمرارية. فالقضية راسخة في وجدان كل مصري وحاضرة بقوة في أجندة الدولة المصرية، وهو ما ظهر جليا في إرسال أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة كنوع من الدعم في أصعب الأوقات. انطلقت المرحلة الثانية لحياة كريمة لدعم أهالي فلسطين في قطاع غزة في إطار جهودها لدعم القضية الفلسطينية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. معنا 15 عربية بمعدل 400 طن جاهزين ان احنا ندخلهم لأشقيانا في غزة، بيحتوي على مواد غذائية وملابس وكراتين مية، وديت مش هتبقى اخر قافلة لينا، احنا دورنا بنتيش على كده. جهود متواصلة من الدعم حاملة شعار مسافة السكة لأهالينا في فلسطين، حيث انطلقت المرحلة الثانية ب15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة لأهالي غزة إلى ميناء رفح البري، جسر بري امتد بين مصر وفلسطين حمل على عاتقه مساعدات المرحلة الثانية.